الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعلنا بفضله ورحمته خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تفرد في جمال ملكوته وتوحد في جلال جبروته، خلق كل شيء فأحسنه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وصفوة الأصفياء وخير من مشى تحت أديم السماء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى آله الطاهرين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أمة المسلمين في المشارق والمغارب تنتظر بعد ساعات إن شاء الله إعلان دخول أول ليالي شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين، ومن خير عباده القائمين، ومن خير عباده الفائزين، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. أيها المسلمون عباد الله، كل مسلم يفرح لمقدم هذا الشهر الكريم، وحق لنا أن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المسلم يفرح بمواسم الخير وأيام الطاعة ونفحات الرحمة يتعرض لها، يرجو ما عند الله من أجر وثواب. لكن أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن بواعث الناس في الفرحة بقدوم رمضان متنوعة، كما قال ربنا جل جلاله: إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يفرح بمقدم رمضان لأنه شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا دخل رمضان، يقول لهم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان. المسلم حقا يفرح بدخول رمضان على رجاء أن يكون في موكب التائبين، أن يكون من خير عباد الله الداعين المستغفرين، الذين يرتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، على رجاء أن يخرج من هذا الشهر المبارك كيوم ولدته أمه، على رجاء أن يحافظ في رمضان على فرائض الإسلام، وأن يستكثر من النوافل والطاعات، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الخيرات، وأن يكثر من الصدقات إلى غير ذلك من أنواع البر. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون إذا دخل رمضان، من أجل أن يتعرضوا لرحمة الله عز وجل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. المؤمن حقا يفرح بمقدم رمضان من أجل أن يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، من أجل أن تكون له سهام وافرة يطلب بها رضوان الله عز وجل. لكن ناسا آخرين يفرحون بمقدم رمضان لأنهم تجار، لأنهم يعلمون أن الناس يقبلون في رمضان على شراء أنواع من المطعومات، من المشروبات، من الملبوسات، يقبلون على بعض البضائع. هذا التاجر يفرح لأنه يؤمل في رمضان أن تنفق سلعته، أن تروج بضاعته، أن يكثر ماله، أن تنمو تجارته. وليس هذا بمعيب، فإن الإنسان مجبول على حب المال كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. قال أهل التفسير: الخير هو المال. هذا الإنسان يفرح لا غرابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من طبيعة الناس. صلى بأصحابه رضوان الله عليهم صلاة الصبح يوما، فلما أراد أن يخرج تعرضوا له، يسلمون عليه ويستوقفونه، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: لعلكم سمعتم بمال قدم به أبو عبيدة من البحرين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر على الناس أن يحبوا المال، تلك جبلة بشرية وطبيعة إنسانية، لكن المذموم المقبوح المنبوذ، من شغله ماله، من شغلته تجارته عن عبادة ربه، عن بذل هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل، غاية همه ومبلغ علمه أن يجمع هذا المال من حله وحرامه، أن يكنزه، أن يمنعه من الوجوه التي أمر ربنا جل جلاله بأن ينفق فيها، مثل هذا سيكون ماله وتجارته حسرة عليه يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن الناس أيها المسلمون عباد الله من يفرح بمقدم رمضان فرح الله العابث، الذي لا يذكر من رمضان إلا أنه شهر للسهرات الطويلة والجلسات المتصلة والتسمر أمام الشاشات من أجل أن يرى أفلاماً ومسرحيات، أو يتابع فوازير ومسابقات، أو من أجل أن يمارس أنواعاً من الدورات والمباريات، يسهر ربما إلى السحور، ربما إلى الفجر هائماً على وجهه، ثم بعد ذلك ينام خلال النهار كله. مثل هذا ما يستفيد من رمضان، ولا يصوم الصيام الشرعي الذي يرضي ربنا الرحمن جل جلاله. ومن الناس من يكون فرحه برمضان كفرح الصبيان، لا يذكر من رمضان إلا أنه شهر المأكول والمشروب الذي تتغير فيه
أوقات الطعام وتتبدل فيه عادات الناس، لكن بعد ذلك أين عبادته؟ أين قرآنه؟ أين قيامه؟ أين دعاؤه؟ أين تقربه إلى الله عز وجل؟ كل ذلك لا نصيب له فيه، لا حظ له فيه، وإنما لو أتى بالفرائض فإنه يظن أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، اعلموا أن أيام رمضان معدودة، مد الله آجالنا حتى أدركنا هذا اليوم الذي نتهيأ فيه لاستقبال رمضان إذا غربت شمسه. نسأل الله أن يتم علينا نعمته. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، علينا أن نسأل أنفسنا: كم شهرًا صمنا؟ كم سنةً أدركنا فيها رمضان؟ كم موعظةً سمعنا؟ كم آيةً تلونا؟ كم ركعةً صلينا؟ وبعد ذلك ما أثر ذلك في قلوبنا؟ بل علينا أن نسأل: كم جنازةً شيعنا؟ كم من أخٍ؟ كم من قريب؟ كم من صديقٍ حميم؟ كم من جار حبيب أودعناه تلك الحفرة ثم رجعنا وما تأثرنا بشيء، كأنه ما كان شيء، وكأننا لن نواجه ذلك المصير يوما من الأيام. كم من مسلم طيب مبارك كان يؤمل أن يدرك معنا هذا الشهر، لكن اخترمه هادم اللذات ومفرق الجماعات، فصار في حفرة مرهوناً بعمله ما يرجو إلا رحمة ربه. كم من إنسان بهذه المثابة. وأنت أيها المسلم، يا من مد الله في أجلك، يا من أطال الله في عمرك، اغتنم أيام هذا الشهر المبارك، اغتنم الأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني. أقبل على الله عز وجل. كان الصالحون من هذه الأمة إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هما خصلتان، إطعام الطعام وقراءة القرآن، إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان بعض الصالحين إذا دخل رمضان لزم المسجد، ما يكاد يخرج منه إلا لحاجة الإنسان من أجل أن يصون صيامه، يصون لسانه عن القيل والقال، يصون بصره عن النظر الحرام، يصون سمعه عما لا يرضي ربه. هكذا كان حالهم، هكذا كانوا يستفيدون من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا في رمضان على قراءة القرآن، وأعنا على إطعام الطعام، وأعنا على تفطير الصائمين، وأعنا على الدعاء والاستغفار، ووفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن واجبا علينا جميعا أن نبيت الصيام من الليل إذا علمنا دخول الشهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له. وقال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ونية الليلة الأولى كافية للشهر كله.
ينوي الإنسان من الليلة الأولى أنه صائم شهر رمضان كله، فإن الصوم عبادة واحدة ذات أجزاء. اللهم إلا إذا انقطع التتابع بمرض أو سفر فإن النية تجدد. هذه النية محلها القلب. أيها المسلمون عباد الله، لست مأمورا بأن تتلفظ بها ولا يطلب منك ذلك، بل لو نويت بقلبك أنك صائم هذا الشهر استجابة لأمر الله عز وجل فقد وقع أجرك على الله إذا أحسنت العمل. أيها المسلمون عباد الله، في مطلع هذا الأسبوع الذي انصرم عقد مؤتمر دعي له نحو من 50 من قادة بلاد المسلمين وزعمائها، ما بين رئيس ورئيس وزراء وملك وأمير ونحو ذلك، وكان الداعي هو رئيس الولايات المتحدة، وكان الموضوع الذي تصدر قائمة ذلك المؤتمر مكافحة الإرهاب، تلك الكلمة التي مجتها الأسماع من كثرة ما لاكتها الأفواه، تلك الكلمة التي لم يحددوا لها معنى ولا ضابطا إلى يوم الناس هذا. الإرهاب الذي تداولوه في هذا المؤتمر قطعا ويقينا ما قصدوا به حرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا المسلمون في ميانمار مثلا، أو ما يتعرض له إخواننا المسلمون في الشام في سوريا على يد طائفة نصيرية حاقدة كافرة تعينها الرافضة من كل مكان. وما قصدوا بالإرهاب ما يسلطه اليهود من حصار ظالم يعاونهم المنافقون من حكام العرب على إخواننا في غزة، ولا قصدوا بالإرهاب ما يتعرض له المسلمون هنا وهناك أبدا، وإنما سموا جماعات من المسلمين، من ذلك حماس، من ذلك الجهاد الإسلامي، تلك الجماعات التي تبذل الأرواح والأنفس في حرب عادلة دفاعا عن النفس، دفاعا عن المال، عن الأرض، عن الممتلكات. يصدق فيهم قول ربنا جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هؤلاء المسلمون الذين ما يريدون أن يستسلموا بل يجاهدون بحثا عن كرامة المهدرة وحقوق المهضومة وأرض مسلوبة وأموال منهوبة، هؤلاء هم من صنفوهم إرهابيين. ونقول أيها المسلمون عباد الله، الإرهابي هو من يصنع تلك الأسلحة التي تهلك الحرث والنسل. الإرهابي هو الذي يحارب حربا بلا أخلاق، يعمد فيها إلى قتل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يتحاشى من شيخ كبير ولا امرأة عجوز ولا طفل وليد، بل يتخير البيوت والمزارع ومحطات المياه والكهرباء ويدمر البنية التحتية للبلد التي يريد أن يزل أحرارها وينتهب ثرواتها، كما فعل الصليبيون الأمريكان في العراق وأفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام التي تنجست بأقدامهم وسلطت عليها حروبهم. الإرهابي هو الذي يقتل الناس بغير حساب. الإرهابي هو الذي يقول: من ليس معنا فهو ضدنا. هذه المواصفات تصدق أول ما تصدق
على هذا الصليبي رئيس الولايات المتحدة وحلفائه ومن كانوا في ركبه ومن يدندنون بكلامه ومن يؤمنون على مضامين خطابه، هؤلاء هم الإرهابيون حقا. أما المسلمون فإنهم لا يعرفون إلا إرهابا واحدا ما يرهبون به عدو الله وعدوهم. من جاء يريد أن يعتدي عليهم، أن ينتهب أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يتعرض لدينهم، هذا الذي يرهب، هذا الذي يخوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أيها المسلمون عباد الله، دين الإسلام هو دين إحقاق الحق، دين إبطال الباطل، دين القوة، دين العزة. فلا يروعنكم ما تسمعون ولا يهونكم كثرة ما يكتب وكثرة ما يزاع، فإن الحق يبقى حقا وإن طال الزمان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تبقى حقائق الدين ناصعة وإن قل المتكلمون بها، ويبقى الجهاد جهادا وإن ندر الممارسون له. أما هذه الدندنة وهذه الشنشنة فهي التي مارسها كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتهموه هو وأصحابه رضوان الله عليهم بأنهم قد استحلوا الشهر الحرام. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الذي حصل من قتال في الشهر الحرام كبيرة من كبائر الذنوب، لكن في مقابل هذه الكبيرة فإن المشركين قد ارتكبوا كبائر أربعة: وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وكما قال الصحابي جوابا عليهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه، لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. المشركون بالأمس وباليوم يستغلون أحداثا تحصل هنا وهناك، الله أعلم من وراءها، الله أعلم من دبرها، من صنعها من أجل أن يقال بأن المسلمين هم الإرهابيون. لا والله، لا والله، هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام صناعة يهودية صليبية بامتياز، يريدون بها أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى الجهاد جهادا أيها المسلمون عباد الله، لأن المسلم الذي يقرأ في هذه الأيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هو الذي يقرأ في السورة نفسها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك عيش السعداء
وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز يوم اللقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم